الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع أواه صورك مال انت آخر ذا إلهي سبحانه وتعالى وحينا وقلت المامي في القرآن الكريم سورة إلهي سبحانه وتعالى وقلت المامي إسلام أركان الصور ونأكسن إلهي النقسي أي أجرته سيده هو أكان دون توم مال انت الضمبه صورك أو آدي أدو عجيب ذن رسول كان عليه الصلاة والسلام قلت المامي سدح سورة ذوت في القرآن الكريم إلهي سبحانه وتعالى وإن نقسي يصور مال انت آخر ذا حديث ورنا يا إمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن يرى القيامة حديث بوحي لي يا النبي صلوات الله وسلامه عليه قف كيف فرح قلنا يسوع الدون يا إنو أركم مال أنت قيامها صور كذي وياني يسوع الدنيا ذن كنول فليقرأ ها أخريو إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت سد هذا السورة ضدها أخريو وير النبي صلوات الله وسلامه عليه حديث كنا وصحيح وياني شيخ ناصر وصحيح يا لي صحيح الترغيب والترهيب كا صحيح سنن الترمذي هي صحيح جامع الصغير انت هو كو صحيح يا لي نبي عليه الصلاه والسلام وحو ارنا يا مركا قفك اي فرح جلينيس انو اركو مالنت قيامها صور كيدي ها اخر يا سدح دن سورادوت سي خاص النبي او شيغ صلوات الله والسلام عليه ويجران سوره نوعا سوكلو النبي عليه الصلاه والسلام سي غاره او تلمامي سيجار النبي قوت المامي صلوات الله وسلامه عليه سورة ظهن أيا كم دا وحلم إذا حديث في كله معاذي غير في سبع ورين أيين طرق ترب ذا النقيمت صحيحنا رسول كورنا صلوات الله وسلامه عليه حديث أبو بكر الصديق شبت يا رسول الله وادع الروذي الرسول كي الله نور الرأي كسب بحذي قر كيسية مذي حيسة نبي قرني صلوات الله وسلامه عليه شيبتني هود وأخواته سورة هود ولا له هذا يا عرضني قصو صارين مركز النبي حينوت المامي نور سورة ذوت صلوات ربي وسلامه عليه حديث كنا والله مدويان نور سورة ذوت والنبي قار أوت المامي تاسو إن سينا يسصور آخرة سيدة أيت نقنيس حالة سيدة يسوب بدليس الدون كان ما أنت واحد النقانا قرحة إن وصوب أحدا بريق الدون كي كصوب أحدا قلبيتك إنو دافتا هبين بإنو يماذا ساعدا وهبين بإنو هلنا ساعدنا مالين بإنو هلنا أفر حلي بالله هلا إنت بذنقو إيه جلال إيه حقا إيه الضير بن آدم كنت بعدا سيكو سوغيهين لكن واحن أردن وإسبدل دونان واحن أن نقنو أردن وإسبدل إيان نبي عليه الصلاة والسلام كله فليقرأ ها أخري إذا الشمس كورت الله وحير سبحانه وتعالى قل رحضا هي حدقها وإذا النجوم انكدرت كل ويهوبا دونان قل رحضي بعد عيسى ضيحي حدقه سيبا دعيا
waxaan iftiimayo dhan baa la waayi doonaa. Intaa keliya kuma eka, maxaa yeelay isla suuradda kale ayaa ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala, xaggan sare waxa oo dhan baa isbedeli doona. Ida samaa'u nfatarat, samadii iyo cirkii baa dildilaacaya, wixii noqonay maaha. Waida alkawaakibu intatharat, waxa isbedelaya mandarkii adduunyada, badahan aynu naqaano dhan baa la isu wada furi doonaa. Maxaa yeelay ilaahay xijaab buu u yeelay subxaanahu wa tacaala. Aqwaal badan oo culimmada mufasiriintu ay ka yidhaahdeenna way jirtaa, laakiin waxayna tusinaysaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala, waida albixaaru fujirat, waa laysu dhambali doonaa, waa laysu dilaacin doonaa, ama biyaheedoo dhanba ha la qaado, ha la dhammeeyo, ama ha noqdeen si kaleba, ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha inuu ka zuulinayo ayaa la inoo sheegay. Dhulkan aynu joogno naftirkiisa isbedeli doona, mandarkan hadda aynu naqaano oo dhan waa isbedelayaa. ilaahay qur-aanku inoogu sheegay subxaanahu wa tacaala, waida aljibaalu sujirat, buurahani waa la socodsiin doonaa. watakunu aljibaalu kalcihni almanfuush, buurihii baa waxay noqonayaan sidii suufkii la qurdho bixiyey oo kale. waxay isu bedeli doontaa adduunyadan siduu ilaahay inoo sheegay subxaanahu wa tacaala, wayas'aluunaka can aljibaal faqul yansifuha rabbii nasfa fayadaruha qaacan safsafa laa tara fiiha ciwaja walaa amta. buurahay ku weydiinayaan, waxaad ku tiraahdaa buurahan iyaga ah, yansifuha rabbii nasfa, ilaahay baa burburin doono, baabi'in doono. buurahan adag ay maanta aan la kari karaynin way isbedeli doonaan oo waxay noqonayaan ilaahay baa ka dhigaya kalcih, sidii suufkii la qurdho bixiyey ee inintii laga saaray jaleeca uu yahay oo kale ay noqonayaan. markay noqdaanna laa tara fiiha ciwajan walaa amta, adduunyadan meel taag iyo buur weyn iyo dhul god ah intaba waynu aragnaa, midna ma jiri doontuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala. laa tara fiiha ciwajan walaa amta, buurna ma laha, dhul god ahoo hoos loo fiiriyana ma leh, dhulku waa wada siman yahay, meel aad garan jirtay iyo meel kale toona ma laha. meesha laysku soo kulmin doono ee bini aadamku dhanna isugu iman doono waa dhulkeenna weeyaan. maxaa yeelay nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam, wa ana awwalu man tanshaqu canhu alard, anigaa noqon doona qofka ugu horreeya ee dhulka u dhambalmo, qabrigiisa ka soo bixi doona aniga weeyey buu leeyahay nabigu salawaatu llahi wasalaamu calayh. ilaahay baana qur-aanka inoogu sheegay subxaana wa tacaala, yowma yukhrajuuna min alajdaathi kaannahum, ilaahay markuu lahaa subxaana wa tacaala, maalinta laga soo saari doono qubuuraha ay dadkuna iyagu ordaya ka soo baxayaan. waxa ugu dambeeya qofka qabriga lala geliyo waa qayd yar weeyaan, laba go' iyo wixii la halmaala kafantiisii, aboor baa iyadiina cunay, iyadoo qof walba uu qaawan yahay buu soo bixi doonaa. ilaahay baa inoo sheegay subxaanahu wa tacaala fii suurati alancaam, yuu ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala, maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala soo saari doono khalqigiisa iyago oo siduu ilaahay ku abuuray ah, kama bada'na awwala khalqin nuciidu wacdan calayna innaa kunnaa faaciliin. hawl sahlan maaha, qofku markuu dhalanayo qof isagoo qayd qaba dhashay ma laha, ama nebi ha ahaado ama qof bini aadan oo caadi ha ahaadi, qof walba isagoo qaawan buu dhashaa, qof isagoo gudan dhashayna ma leh. qof walba wuxuu markaa soo bixi doonaa asalkii siduu ilaahay u abuuray isagoo ah, kamaa bada'na awwala khalq, sidaanu markii ugu horreysayba khalqiga u abuuray yaan haddana u soo bixin doonaa buu alla yidhi, sidii baan u celin doonaa. xadiidka ummina caaisha radi allahu tacaala canha ayaa nabigu ku tilmaamay salawaatu llahi wasalaamu calayh, yuxsharu annaasu yowma alqiyaamati curaatan ghurlan buhma, dadka maalinta qiyaamaha waa la soo saari doonaa iyagoo qaaqaawan oo buuryadoodii qaba oo madmadow, macnaha waxaa loola jeedaa qaawan, wax dharna aan qabin. ina midabka qofka waxa u yeelaya waa dharkii, markuu qaawan yahay waa cayr, qaawan oo madow baa la yidhaahdaa.
iyagoo sidaasaa ilaahay soo saari doonaa. Ummina caaisha weydiisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo ku leh, oo rasuulka allow, rag iyo dumarkiisoo is-arki maayaan, soo taasi ma dhici doonto? Nebigu wuxuu ku yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh, sha'niga ka weyn maalintaa inay dadku is-arkaan, maxaa yeelay qof walba argagax iyo walwal iyo walbahaar baa ku taagan inuu qofku fiiriyo qof kale uma helayo fursad. Maxaa yeelay qofku markuu argagaxiisu badan yahay, naftiisuusan ka warhaynin iska dhaaf cid kale. Xaaladda uu yahay, meesha uu joogo, xilliga uu joogo, wixii oo dhan baa ka dhumaya. Hadday taa ka dhuntana khalaas weeyaan. Marka maalintaa waxaa taagan buu ilaahay inoo tilmaamay subxaanahu wa tacaala. Fi lqur'aani alkariim baa laynoogu sheegay, oo waxaa ilaahay inoo tilmaamay subxaanahu wa tacaala dadku in ay wareeri doonaan. Yowma yajcalu lwildaana shiiba, caruurtii yaryarayd baa ciro ka soo baxaysaa maalinta. Waxa taagan ee mashaakil ah, ee rafaad ah, ee dhib ah, ay dartii ayuu ilaahay noogu tilmaamay subxaanahu wa tacaala. Yajcalu lwildaana shiiba, cirroolay noqonayaan. aayad kale rabbi wuxuu inoo tilmaamay subxaanahu wa tacaala isagoo inoo tilmaamaya, watara annaasa sukaaraa wamaa hum bisukaaraa walakina cadaaba allahi shadiid watadacu kulli dhaati xamlin xamlaha watara annaasa sukaaraa wamaa hum bisukaaraa walakina cadaaba allahi shadiid. Dadkii baad arkaysaa haweenaydii uurka lahayd caloosheedii wixii ku jiray baa soo dhacaya. Oo maxaa dhacay? Maalintaa walwalkii walbahaarka taagan dartii, cabsida taagan darteed. Dadkii baad arkaysaa buu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala, intii kale qof walba waa wareersan yahay sidii isagoo maandooriyo cabay oo kale. Qofka markuu maandooriyo cabo, hadalkiisaan qiyaasnayn, socodkiisaan qiyaasnayn, caqligiisaan qiyaasnayn, qofku waa isagoo dhan ma laha, xuduud ma leh, sidaasoo kale weeyaan. Oo maxaa maankooda dooriyey? Maankooda waxaa doorinaya cabsidii iyo walwalka taagan. Qofku hadday baqashadu heer gaarto, wuxuu halmaamayaa magaciisa haddii la weydiiyo, wuxuu halmaamayaa haddii la weydiiyo meesha uu joogo markaa iyo meesha uu taagan yahay. Watara annaasa sukaara wama hum bisukaara, mana aha dad wax maandooriyo cabay, laakiin maxaa sidaa ka dhigay? Cadaab allaahi shadiid, ilaahay cadaabkiisa shadiid ahoo daran. Waa maalin ilaahay uu noo tilmaamay subxaanahu wa tacaala. Isbedeladaasoo dhan markay dhacaan, khalqigii oo dhan baa la isu keenayaa, ka soo bilow aabbaheennii aadam ahaa iyo xawaa ilaa qiyaami saaca dadkii joogay baa la isu keenayaa. Meeshaa la wada taagan yahay, waa la wada qaawan yahay. Qorraxdu halkanay taagan tahay, siduu nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam, qofka dhididkii ka baxay yaa 70 dhundhun dhulka hoos u gelayaa. Shiddo iyo rafaad ma yara, rafaadku aad buu u badan yahay, walwal iyo walbahaar baa taagan, cabsida taagan. Maalinta qofku dadka maanta aynu u carareenno ee tol iyo qabiil aynu leenahay, kuwii noogu sii xigay baanu ka carari doonnaa. Yowma yafiru almar'u min akhiih wa ummih wa aabiih wa saaxibatih wa baniih. Waa shantii xigaalka noo ahaa, aabbaha, hooyada, walaalka, caruurtaadii, xaaskaagii, waa intii hoose adiga hoos kuusii ahayd weeyaan yaad ka carari doontaa. Maxaa dhacay? Adduunyadan inta lagu nool yahay waxbaa dadka dhex mara, qofku inuu iska kaa laalaadiyo aad ka baqanaysaa. Adduunyadanna waxaanu u kharibeenna waa iyaga dartood, iyagiina sidaasaanu uga carari doonnaa maalinta qiyaamaha. iyagii aan adduunyada wax walba u samaynaynay yaanu ka carari doonaa maalinta aakhirada. Marka waa mandhar fadiic ah weeyaan. Aabbihii hooyadii ku dhalay ood ka carareyso, kii aad dhashay oo aad ka carareyso isna kaa cararaya, kii kula dhashay ama gabadhii kula dhalatay ood ka cararaysid, cid kale warkeedaba daa iyagu, xaaskaagii baad ka cararaysaa, gabadhu ninkeedii bay ka cararaysaa. Waa mandhar iyo aragti aad iyo aad u foolxun weeyaan. Dhinaca kale nebigu wuxuu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh,
كما في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وغير ذلك. رسول كوحير عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بجهنم وهل كين دون مالنتا جهنم لكين يا لها 70,000 زمام وحي الله ذا هاي تضبات كن أهجان حقيقة لكين يا محشر كي ماشي خلقي قصرن السجوي ماذين يي إيمان يسا جهنم يضع الله تضبات كن أهجان هجان والبن وحير النبي عليه الصلاة والسلام وحاهية 70,000 ملك تضبات كن أو ملك أي هيا تضبات كن أو ملك تضبات كن أو هجان بيلا إذا هي متكي بوحا هيا تضبات كن ترد هذا أنتي دنت سكدر مرقى تسكن فتوى حقوص وبحيا أفر بليون يسقال بقول أو مليون أو ملك أي علعلين يا جهنم وحي كعلعلين يانا وأي كهر تاغن يهين وموقف كحساب تويا ضدك ماشي تاغنايين بكعلعلين يا نعك الإلهي وحي النقطس سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا والله دواقيا جهنم الله دواقيا ضدك بيننا يي عمل كذا أن إن بهيراتي أنا نسك إلى لينين أنا كرر ورسنجر والله دواقي دونا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا الحديث هو النبي قال نوح شجع عليه الصلاة والسلام تضبات كن أو ملك هي تضبات كن أو هجان وأفر بليون هي سجال بقول أو مليون ويان وحيس ويدين لمركا الدنيا ذن وحاء النقانا وهو البأود بيليهم وهو البابا وبن آدم كويس ميان أود بيليه قوارد إنه وظنه وحلو حساب تما هورس باور واحد هانا ما فرضها حسانك أود ده لو حساب تما قارقة واسدح بقول والله بقول وبقول يحوغا أود فرس أود يسولي طيب بل أذق الصورة ذي صور ملك إلهي أبو ري سبحانه وتعالى أود يسولي إلهي كلية قرانية إنتو ليك نبي عليه الصلاة والسلام أمره كور رمي جبريل بان أركي بير ملك جبريل أيان أركي بير النبي عليه الصلاة والسلام هدو أركينا والنوت الماما وحي يري ماذي حيسانا وحي إيقا إساقو نمبا وحي إيقا قريي أفق مركو هر إستاقي بري يا قلبي يا وقوي يا كوفري منا نما أركينا النبي عليه الصلاة والسلام ولا قريي جهو البابا قوة ذي باحدة أولي هاي درتها وحل ملك ويان حد أمالين إسا مركا أفر بليون يسقال بقول أم مليون أم ملك أودو دين تيدنت الدنيا ذا مركا وحاكونا والهدى إنتين ونؤقناها إلا الشيغو تراهان إنت إلا الشيغو السنة كي هوريد مثل السنة كي كوهرية وحيراد تدوبة بليون أودد أبا كنو تدوبة بليون أودد أه حدي إسو تغان بوراها وقوة وين أدونك هدي ريحان وين ريحي كريا حد ملاين يسا أفر بو أفر بليون يسقال بقول أو مليون أود دو ذو مرك أو ملك وليم وحلا صورة ذي سن كرما أفر تا بليون يسقال كا بقول أو مليون وليبا جهنمه جان كذا هي سيدا أقول دجن ولي ويكب حسن يسا وير النبي عليه الصلاة والسلام ويكب حسن يسا وحقي أصوب حسن يسا ماشي خلق بتاجي هاي بأصوب حسن يسا أو يي أصوب بحسن إيسا أو لقي العلين يا قفك إلهي الدنيا ذن كعاسية ويا جل وعلا قفك أنت رزقك إلهي عوني ألع عاسية هدنا قفك أنت إلهي عافمات سي أن ألع عابدين قفك إلهي سبحانه وتعالى أنت النعمة سي أن ربك أقول شكرنين ويلها البحيسا والله دواقيا هبل 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 بلا أرنيا ملائكتي با قبانيس والله كحيسان يا حق هذا اللغة يا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ومنظر فضيع رمتي وحلا صورة ذي سنك رمى أركتي آدي آد أفول حنويا هذا نصاص ويتهاي لنعكر إلهي سبحانه وتعالى وحو النوش يقولوا إني جيران أن يقوى حابور وهي نمر لنعكر المركة لقرب نقول نبي قنا والنوت المامي صلوات الله والسلام عليه
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تدبا جرتوي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي عرشي سهر سنيسا ما لنت إلهي عرشي سمو يمالك الله رصدائي نجرين ضدك يقع عرشك إلهي أرسلنا يا سبحانه وتعالى وضيوفتي يا مرتدي إلهي وحي كصهري لكن هل كاسي ودتاقيهن لما انتوضى إلهينا سبحانه وتعالى هل كاسو خلقك كوك لحسابنا يا حسابتي بهل كان لقصتك يا فحديث هذا تربضا والنبي عليه الصلاة والسلام كسب ناتيبا جرتو أنه قلت المامي شفاعة النبي ماشا كان لعدو انت هل كاسا مركا خلقك النبي قوي ارقدل بدونا شفاعة أيضا أنت سودرجاء له رسولك ونوت المامي صلوات الله وسلامه عليه لكن سورة دا أنه كقاذن إنه معركت دا أنه كقاذن إنه وحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام قف كدون يا آخرة دي إنه أركو سيدة حديث كان النبي قلت المامي صلوات الله وسلامه عليه إنها قينا ذهرك أنت أداد دون يسو ها أخرية النبي عليه الصلاة والسلام إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت سمدنا دل دل الله عدونتا اللو ونوت المامي سبحانه وتعالى الدنيا ديبا إسبدل ليس كل جديبا خلقي أردن سدا سين نقن دونا كو وذقاون قف والبأرديو قف والبعرريو ومنظر آدي يد فضيعوه خلقي أي وررسنيهين نبي قحر عليه الصلاة والسلام ما لنتا أنبيادا يرسوش إلهي هذا الكلية يكون هذا الليار يكون واقيان وربي سلم سلم إلهما أنت إننا بدقل مركي خلقه وإنتي بحان آبهني آدم ها أتقان وإن الله الله يكون رهدان إلهي قعنتي سكو وأبوري ونفخك فيه من روحي روح ذي سيبك وأفوفي وأسجد لك الملائكة ملائكة إلهينا وكو سجود سيئي أمر بو سيئي إلهي سبحانه وتعالى إلهي سجودان ما أنت مركا أذيقا يانو قمضان أبيه النادرين عكتها يوحن بناك تاغن ودن أذيقا فركا قوي حق إلهي سبحانه وتعالى قعنتي سوكوا أبوري إلهي الروح لي سوكوا أفوفي إلهي سبحانه وتعالى ملائكتي وأمر كسي إنه يوسف سجودان مركو نفتكو أفوفي قفكلو إنت أسوك لما مري ملي أذيقا مركا ما أنت قمضان إناد إلهي إرقن نوغن نقطت إلهي نوغو إرقتك بي لهايا ماشن أنو تاغن هاي إيا ربكن يرفات كان نهيستي إيا نيدت كان نغن عايا قف والبوك عرر يددك حقال كيساها آبه هو يدي عررتي أينو دلني ولاليه إنا لدى شيء حاسكي إيوحي لم يدى لك عرر يا لنعون إنو نودا في إلهي سبحانه وتعالى نبي الله آدم يا أنبياء ذكا لدمان توت إلا نبي محمد لقسو قرى عليه الصلاة والسلام ويسو شفاعة إهلوة إنت كلو أردن وحيكو أندعون دونان وإنه دونان سيدو النبي ينوشيق عليه الصلاة والسلام مدو البوح ليا إلهي ما أنت وعريسي هاي عرؤونا ولقين عرون هدى كدبنا عرون دونين إلهي ما أنت وعريسي هاي عرؤونا هرين وعرون هدى كدبنا أسن عرون دونين مركا أنه ما أهر استاقي كريو إلهي سبحانه وتعالى يضو إلهي إيرقيتك ها عنين وآن عني أنه إهل أمه إلهي لأنه إستاقع عدك للرات سيدة بحر نوح أتقى ماشا أمرك واحد قرى نيسا أنبياء إلهي أردن هذا الكأيكوها الليان وحويان إنه إلهي عريسيه سبحانه وتعالى عرؤونا هرين وعرون ما لنتا كدبنا ونن عرون دونين إلهي موقف كأنه سوغي وموقف نعس أهويان عدة إنه هر استاجد النقف والبوء النجمد أهنا وألّه ويجل وعلا اللهم ركي إنه هر استاجد النجلا وعلا قف قف بين أهر استاجد النه إنه وجمع أهان وذهر استاجد إله سبحانه وتعالى عمل كاجي أردن وحل بقر ورقة هاجي أذق هست كتاب كاجي اللبسية أعماش هذه أيديار كويهين كتاب كل بقر إلهي وكو يدين دون سبحانه وتعالى ليس بينه وبين الله ترجمان أذكي إلهي نعد إذنك لهذا النقي سمانه جل وعلا ما لنتا ومنظر يا أركترنتي آدي آد فضيعوه قفك عاقلك أمرك قفك عاقلك وقفك ما أنت أدي أرقروبة
maalintaa biri ay sugaysa iskuullada aynu tagno imtixaanaadka intaynan dhicin ka hor qofku waa sii diyaar garoobay imtixaan baan leeyahay waa isdiyaarinayaa waraaqihii iyo noodkii uu ka qaatay macalinka buugaagtiisi uu dib ugu noqdo manhajkii muqararka ahaa uu dib ugu laabto waxbuu isku darsanayaa asxaabtiisii iyo saaxiibadiisii buu dib ugu laabanayaa darsigii uunan joogin wuxuu leeyahay igu celiya halkan maxay ahayd wixii uu fahmi waayo mudduu isu diyaariyaa imtixaankaasaa ina sugaya imtixaanka cidda aynu hor istaagi doonana waa ilaahay allana subxaanahu watacaala laa takhfa minhu khaafiya yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukhfi asuduur ilaahay wax ka qarsoon male jalla wacala daahir iyo baatin ba ilaahay waa inoo garanayaa subxaanahu watacaala لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إلهي سبحانه وتعالى وإسقمت كلنا وإن وقبن دونا كودون ودم بدافع يا كودون وعقاب يا إلهي سبحانه وتعالى امتحان كما رك هذا إنه الدنيا كنا الله يبين فرصة هي سنة عاقلنا وحاء هوش أنت أن لجارين قفك أسي ديار جروبة قفك وحسين نكتة xisaabta ku sii talagala war maalinta aad qaawan tahay sieed yeeli doontaa maalinta dadku wada cararayaan adigu xaggeed istaagi doontaa dariiqeed qaadi doontaa inan waa laba dariiq oo keliya weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala siduu inoo sheegay haddii meeshaa laga dhaqaaqo meesha la wada taaganyahay maxsharka ah haddii laga dhaqaaqo laba dariiq mid unbaa la qaadi doonaa fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi lsacir suuratu shura siduu ilaahay noogu tilmaamay subxaanahu watacaala qolo dariiqa jannada qaada iyo qolo dariiqa naarta qaada meel kale ma jirto adigu dariiqeed qaadi doontaa in aynu maanta ku sii talagalno xisaabteedana aynu isu sii diyaarinno xisaabtaasoo bilaaban doontaa marka naftu ay kalxamaha timaado lagaa yeeli maayo haddaan la imanayaa tawxiidki maya toobad haddaan la imanayaa maya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayay إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرقر أو تطلع الشمس من مغربها إلهي قفك توبتي سواء أقبل يا هدو توبت كانوا دم بقى سكس تؤوين يا هاي إلهي مغفرتي سكوي مرنا حكا قوصن إلهي دم بقى سكس تؤتي ربذي يا هاي نحريست الله كبضن إلهي نحريستي سكبضن سبحانه وتعالى سيدا درت هذا laba xille oo keliya jirta ilaahay subxaanahu watacaala dunidan unan qofka toobadiisa yeelaynin xadiidkana noo tilmaamo waxa weeyaan maa lam tatluci shamsu min maqribiha qoraxdu haddaynan ka soo bixin meeshay u dhici jirtay shuraadda saacay ka mid tahay duruusteenna soo socota meeshay u dhici jirtay hadday ka soo baxdo khalaas kitaabka waa la xiray dib dambe ma leh yowma yanfacu asaadiqiina sidquhum weye ilahay sidii noo sheegay subxaanahu watacaala xaaladda labaad waa maa lam yugharqir haddaynan kalxamaha imanin nafti inan xagga hoosaa laga soo siibayaa xaggan sare isugu imanaysaa qaarka horaa haddii halka ay timaado xaqiiqadana qofku ogaado haddaan toobad keenayaa ilaahay ka yeeli maayo subxaanahu watacaala maxaa yeelay barisamaadkaaga iyo caafimaadkaaga markaa qabtay yaa lagaa doonayay sidaa darteeda waxay tahay mowqifka inaynu usii diyaargarowno waxna u dhiganno wax inaynu u dhiganno acmaashiisa inaynu hadda ku talagalno ilaahayna subxaanahu watacaala waxaanu ka baryaynay jalla wacala biasmaa illahi alxusna wasifaatihi alcula wabiismi alacdam yowma laa yanfacu maalun walaa banuun maalinta aynan caruur iyo xoolaba waxba taraynin ilaahay inuusan nagu ceebaynin subxaanahu watacaala wasali allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh